لو انت واقفه في المطبخ وجي على هدومك زيت او سمنه او اي ماده دهنيه، بنقول احنا بنصوت على طول، نقول يا نهار ابيض ازاي وباظت ومش باظت وانت، واوديها ما اعرفش الراجل يغسلها. لا مش هتجي الراجل يغسلها ولا حاجه. عارفه صابونه الايد؟ صابونه بتاعت الايد بتاعت الوش، هاتي بقى اللي انت بقع منك ده وتعالي اغسليه بالصابونه، وعلى طول في ساعتها ما تركنيهوش، يعني ما تركنيهوش مع الغسيل. انا دلوقتي انا بعمل كده، برجع بقى من شغلي خلاص انا بتملي بقى خلاص، ببقى كله مليان بقع، بروح واخداه على الحوض بالصابونه اللي بالايد دي او الصابون السائل بتاع الايد، واروح فركاها بيها كده وسايباها ثواني صغيره، وافركها تاني واشطفها خلاص نطفت. لو ركنتيها حطيتيها في الغساله من غير ما تعملي الحركه دي بصابونه الايد العاديه خالص ده، ولا صابون غسيل ولا مواعين ولا حاجه، لا صابونه الايد العاديه خالص او سايل او كده، وتروحي دعكاها بيها كويس جدا وشطفها وخلاص خلصت. ما تركنيش الهدوم تقولي بعدين هبقى اعملها، عشان بيلزق فيها شويه اصعب كتير لما تيجي تطلعيها، او تركنيها في سبت الغسيل. لا ما تعمليش كده، اول ما الحاجه تبقع منك توجهي على الحوض على طول، وايه واغسليها بصابونه الايد واشطفيها بس.